ها هو موسم الحج قد أقبل، فاختلجت له القلوب في صدور المؤمنين، وتهيأ من تيسر لهم الأمر لرحلة العمر لأداء هذه الفريضة العظيمة وزيارة تلك الرحاب المقدسة التي كان فيها سيد المرسلين وخير النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قلوب يغمرها الشوق والحنين بغية السفر لأداء هذه الفريضة العظيمة في عام قادم، وهم لا يدرون أيقبلوه أحياء أم يكونون تحت أطباق الثرى. عباد الله، ثمة رجال قصدوا الحج مشيا على الأقدام، عرفوا قدر الآخرة فهان عليهم التعب وطوعوا أنفسهم، خافوا الوعيد فقرب عليهم البعيد. منهم إبراهيم بن أدهم الذي رآه رجل وهو راكب ناقته فقال له: إلى أين يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أريد الحج. فقال الرجل: ولكن الطريق بعيد، أين الراحلة؟ فقال إبراهيم: لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها. فقال الرجل: أين هي؟ فقال: إذا نزلت في مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإذا نزل القضاء ركبت مركب الرضا، وإذا دعتني نفسي إلى شيء علمت أنه ما بقي من الأجل إلا القليل. فقال الرجل: سر بإذن الله، فوالله أنت الراكب وأنا الماشي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الحج والعمرة كل عام وزيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. يا رب استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.